قبل أكثر من 3 سنوات كان هذا المشروع المائي حلما بالنسبة لسكان هذه المنطقة من محافظة ليمة، مثل ما يبقى اليوم حلما لعدد من التجمعات السكانية في أغلب مديرياتها. فالحاجة التي تفرضها الكثافة السكانية والجغرافية الوعرة تفرض وجود مثل هذه الحواجز المائية التي من شأنها تمكين السكان من فرص الإنتاج الزراعي المدير للدخل، عوضا عن البقاء في دوائر الاستهلاك ومكابدة الفاقة. عندما ابتني هذا السد تمكنوا الناس من زراعة الطماط والبطاط دبنجال، يعني من الفواكه التي كنا نستوردها من الأسواق الآن نصدر للأسواق. تغذية الموارد المائية الطبيعية وتحسين منسوب المياه الجوفية وتدفقها كشلالات حية هو أبرز الإفادات الناتجة عن هذه الحواجز المائية. ما يبعث قلق الأهالي هنا هو غياب الدور الوقائي لحماية المشروع من تدفق السيول التي قد تعرض أجزاء واسعة منه للتفني مقابل قدرته المحدودة على القيام بهذه المهمة. الآن تسبب السد بتضرر كبير بنزول الدفن إلى وساطة، النصف من ذلك مدفون، ونطالب من الجهة المختصة أن تقوم بإصلاح هذا التضرر. إحياء الأراضي الزراعية وتمكين المواطنين من الإنتاج والاكتفاء المعيشي هو ما توفره مشاريع التنمية هذه، لكن حاجة الناس في هذه المناطق المحرومة تتطلب وجود أكثر من حاجز مائي. من الأسف أن تتوقف أو تغيب جهود الدولة باتجاه إيجاد حواجز مائية كبيرة في منطقة تفرض كثافتها السكانية وطبيعتها الجبلية وجود أكثر من حاجز مائي يماثل في سعته وخدمته. هذا الشاهد، علي الجرادي، قناة بلقيس ريمان.